وقف عندك، لا تحاول تهرب مني. خلصنا بقى، حاجة تتزاكى علي. مو الحق عليك، الحق علي، وهلأ رح علمك درس ما تنساه بحياتك. تافه، كيف بتتجرأ وبتحكي لمرتي وبتحرض علي هيك؟ ما بيكفي حاولت تضحك علي؟ بدك تخرب لي حياتي؟ اتركني سامرا. ما حذرت، ما رح اتركك. خلص. لا ما خلص، رح دفعك الثمن. رح موت سامرا. بترجاك سامحني، سامحني، سامحني. رح خليك لغير يوم، فهمت؟ بس تذكر شغلي، إذا عملت شي مرة تانية وقتها ما رح أرحمك أبداً، ورح يكون حسابك أصعب. أنو بنتي، قلي لي حبيبتي شو صار لما إجا كران لعنا؟ لأنه المسكين ما عاد عاد أبداً. لا تخبي علي بنتي، قولي لي شو حكيته. قلت له إنه ما بدي أتزوج هلأ. ساروجا شبك يحكي مع بنتك؟ بتضل عم تحكي بعصبية كل الوقت، ما بيصير هيك. فهميها إنها بنت ولازم تكون لطيفة وهادية. أنو بنتي، ما بيصير تحكي هيك. هالبنت ما في براس عقل. شو هاد؟ عادي واحكي شو ما بدك، بس على مهلك. شبك ليش عم تتحركي كتير؟ شبكن كلكن عم تتحركوا وتدوروا سوا؟ خلص اسكتي آشا، نحنا قاعدين وعم نحكي عادي، ما حدا تحرك من محله. آشا، شو صار لك؟ آشا بنتي، شو صار لك؟ آشا، 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 قومي بنتي. جونكي، شغلي الغسالة وخدي كل هدول للغسيل، عندي كتير تياب بدها غسيل. ماشي، وانتبهي منيح ما تحطي كل الألوان سوا، وخدي هدول كمان وديري بالك ما يحلو. طيب حاضر. شو؟ ليه عم تتشاقى هيك؟ بس تعال، لازم نغير لك تيابك هلأ. شو هذا يا ترى؟ رح أعطيها للمدام. أنت صاير شقي كتير، ببعتك على مدرسة داخلية. ها ها، ابعتيني، ما بتفرق معي أبداً. مدام، ليكي شو لقيت ببنطلون الأستاذ؟ هاي البطاقة كانت بالبنطلون؟ ايه ماشي، ما بعرف شو هاي، هاتي. لحظة انتبه. شوريا؟ شوريا، شو هذا؟ شو عم تعمل؟ لك صاروا كل تيابك مي. مو معقول، حطي البطاقة اللي لقيتيها بالبنطلون بالدرج، يمكن هاي لسمرات، خلص بعدين بشوفها. ماشي. أوف منك. الأخبار حلوة، على حسب نتيجة التحليل بحب خبرك إنه مرتك حامل. كيف يعني مو معقول؟ بلا معقول، شو مانك مصدقتيني؟ لا لا لا، مو معقول كون حامل. لا شو هالبنت هاي؟ شو هو اللي مو معقول يعني؟ ستي، أنا لسه بطني ما عم يوجعني ولا حتى عم بستفرغ. مو مشكلة، هاي مجرد أعراض جانبية، بس أنا متأكدة وعندي ثقة بأنك حامل. عن جد؟ يعني عن جد أنا طلعت حامل ستي؟ لكان بعد أسبوعين بشوفك بالمشفى لنعمل الفحص الدوري. إيه دكتورة. ماشي، ألف مبروك. شكراً. إيه
تعالي بالأسف. مبروك بنتي. الله يبارك فيكي. ألف مبروك يا روحي. بقدر فوت؟ ايه فوت. أمور أستاذ. ليك بعت لي فنجان قهوة. حاضر. وفي شوية تياب للغسيل بالحمام، بعتهم للكوة خليه ينظفهم. حاضر. مين معي؟ أستاذ أنا كانتيلال، تحياتي. اللي أستاذ الصبية مسافرة بكرة الصباح، أنت مبارح ما جيت، رح تجي اليوم؟ لا لا ما فيني أجي. طيب مثل ما بدك. سلام. يلا باي. أكيد رح تندم. على كل حال إمتى ما بتحب أنا بأمرك. مع السلامة. إيه مع السلامة. أهلين أستاذ. إلي اسمع لقلك، خلص رح أجي بأمرك. أهلين أستاذ. شو ابني؟ أنت لساتك عم تسعل؟ إيه ماما أنا لسه عم أسعل كتير. شفت كيف حبيبي؟ هذا لأنك لعبت بالمي. يلا لشوف. افتح تمك بسرعة. يلا. آسفة. هذا سمرات. قلي يا سمرات. ايه شو عم تعملي؟ هلأ طلعت لفوق، كنت عم حضر العشاء. قلي امتى جاي على البيت انت؟ هلأ انا منشان هيك عم اتصل فيكي، بعتذر بدي اتأخر اليوم لانه ما عندي شغل بالمكتب. انت كلي ونامي، لا تستنيني على العشاء اليوم. ماشي انا رح اكلهم. طيب ماشي. انتبهي على حالك. باي باي.